طيب نروح لخبر آخر هو مهم جدا كمان الحقيقة. وزارة الكهرباء بتقوم بتفعيل عدد من الخدمات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، من بينها على سبيل المثال خدمة شحن رصيد في العداد. خلينا نعرف أكتر عن هذه الخدمات من دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع متابعين الكرام، وصباح الخير والسعادة إن شاء الله ليك بإذن الله. طيب يا فندم، يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك، احنا بنسمع انه في منصة موحدة لخدمات الكهرباء، منصة إلكترونية، فأكيد أول سؤال هيجي في دماغ أي حد بيسمعنا دلوقتي، إيه هي الخدمات، نوع الخدمات اللي ممكن يتم توفيرها على هذه المنصة الإلكترونية؟ هو طبعا هو اللي طبعا يجي في اطار التحول الرقمي ولتقديم الخدمات بالنسبه للمواطنين في جميع مرافق الدوله او المرافق الحيويه، ومن ضمنها طبعا الكهرباء. احنا يعني احنا بداناها بكذا تطبيق، وطبعا اضافه للمنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء. المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء اولا هي التسجيل فيها مجاني مؤمن بطريقه سهله جدا، مجرد ان هو بياخد بس مجرد ان هو البيانات الاساسيه من رقم تليفون، من رقم قوفي، الحاجات الاساسيه عشان يقدر يتواصل بيها. وبعد كده هو بيقدر ان هو في جوه زي مساعد افتراضي موجود على المنصه ديت اسمه نور، ممكن هو بيتوجه له اي اسئله وهو بيتفاعل معاها وبيوجه المواطن نفسه. وفي نفس الوقت بعد كده بيخش على الخدمات، هي خدمات متعددة يمكن اللي تم تفعيلها دلوقتي في حدود 18 تقريبا خدمة، متبقي لسه بعض الخدمات جاري تفعيلها في حدود تقريبا 12 خدمة تقريبا، أو يعني بحيث ان هو احنا على طول بنزود الخدمات اللي هي اللي ممكن تسهل للمواطن. الخدمات بتتنوع بداية من التقديم على توصيل التيار الكهربي وتركيب العداد سواء عداد قانوني او عداد كودي، وبعد كده هوت كل ما يتصل بقى بالعداد، بقراءه العداد، بدفع الفواتير، بالاستعلام على الفواتير، بناء الملكيه، شهاده البيانات. ايضا في خدمه خاصه بالشكاوى والاستفسارات. كل الخدمات دي موجوده، وكمان في نفس الوقت في تطبيق متصل بالمنصه دي اسمه خدمات الكهرباء الذكيه. التطبيق ده ممكن ينزل على التليفونات الذكيه او التليفونات المحموله، ومن خلاله ممكن برضو ايضا يقدر يتعامل بعد طبعا بعد ما يسجل يقدر يتعامل بيه بطريقه سهله وميسره. دكتور أيمن، في موجة من الطقس السيء بتمر بيها مصر خلال هذه الأيام، النهاردة من المفترض هيكون في أمطار غزيرة في بعض من محافظات الجمهورية، منها المحافظات الساحلية زي اسكندرية والبحيرة وبعض محافظات الدلتا. أكيد بيكون في خطة طوارئ الاستعداد لأي انقطاع في الخدمة أو أي مشاكل ممكن تقابل المستخدمين، ممكن حضرتك تطلعنا على أهم النقاط في هذه الخطة؟ هو طبعا يعني بشكر حضرتك ان انت وجهت النظر للجزئيه دي، لان مهم اول بدايه ان احنا برضو بنوجه نظر المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربيه عشان وخاصه في الامطار والرياح، لان دي بتبقى مصدر خطوره، ولو في اي عطل او في اي مشكله بيتوجه على طول بالاتصال بالخط الساخن 121. ده خط ساخن موجود على مدار 24 ساعة على جميع المحافظات، وسواء الاتصال بالمحمول أو الأرضي. والخط الساخن ده بدوره بيوجه الشكوى للفرع اللي تابع ليه أو الجهة اللي تابع ليه. طيب احنا أولا كان في استعدادات تسبق هذه الموجة من صيانات، من تطوير وتدعيم الشبكة، والطفرة الكبيرة طبعا ده مردود إيجابي فيها في استقرار التغذية الكهربية. الحاجة الثانية متصلة بالتأكد من عزل المهمات الكهربية، كل الحاجات دي كلها احنا بنقوم بيها علشان تزامنا مع مواسم الأمطار، خاصة علشان برضو منع الخطورة الموجودة، بالإضافة إلى فرق الطوارئ المنتشرة والموجودة في كل أجزاء الجمهورية بتبقى مجهزة ومدربة وعلى استعداد للتوجه على طول لمكان العطل. ويبقى برضه طبعا احنا يعني بنوجه نظر برضه المواطنين مره اخرى، لو في عطل ولا حاجه
يعني بنؤكد على ان الاتصال بالخط الساخن والاعطال هتروح تصلح العطل طبعا على طول. بكل تاكيد يا فندم. احنا يعني حقيقي بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء.